أنا بدي أعزيكي نور، بدي أولاً عن جد أعتذر إني أنا عم بخليك تطلعي على الهواء، ولكن حضرتك من اللي كانوا موجودين، كنت موجودة بالسيارة والشاهدة على هيدا الموضوع لحتى نقدر نخبر عن جد اللبنانيين شو صار. بدي أرجع أعزيكي وبدي أقول لك الله يقويكي وضلي قادرة تشدي على حالك وتضل عائلتك إلى جانبك. ما بدي كتير طول بالأسئلة، بدي أنت تحكيني عن جد شو صار، لأنه قال أنه نكب على السيارة مثل قذيفة أو حجرة أو ما بعرف شو نكب على السيارة لحتى صار هيدا الحادث. تفضلي. أخبرك شغلة، نحن ونازلين على الطريق ما خص السرعة، لأنه بابا قال لي كانت يعني كنت شاهدي بابا قديش كان ماشي على مهله. نعم. ودليل قال لي ليك العالم كيف ماشي على مهله، لأن العالم خايفاني ماشي على مهلة أكتر مننا. قلت له ايه يا بي خايفاني. نعم. مهم قبل الحادث ما بنحس إلا شي وقع شي هيك على السيارة، بغض النظر شو ما كان، في شي وقع على السيارة، شي بشل السيارة، هم حرام بابا حاول يهدي على السيارة يزبطها ما قدر، عم يخش شحط فريم. من بعد ما شحط فريم تلقيت بالباطون هيدا بنص الاوتوستراد بالحديدة عم شفت النار عم تولع، عم شفت النار عم تولع، عم بي فتح الباب وانا فتحت الباب بس من عنده كانت النار والعالي ما قدري انزل، صرت اجري تحت ري، حاول يطلع من عندي ما قدر، عم خالتي قلت له انزلي انزلي، قالت لي يا خالتي الباب معفن ما في، حملت ابدأ وما كان يفتي، عم صرت عيط لجيش تحتها، عم جيبه الطفاية، عم حاول يطفي وما قدرت النار ولعت ولأن غلجي قالوا اللي بعد السيارة بدها تنفجر، عم بعدت وولعت النار بالسيارة كلها وما قدرت أعمل له شيء، وإني راحة وهيك صار. أنا بغض النظر إذا أنكروا ولا لا، أنا في الله بالسماء أنا ما رح سمعهم، إن شاء الله بينحرقوا بالدنيا وبالآخرة، لأنه حرقولي بي وخالتي، حرقولي قلبي، الله لا يسمعهم، الله لا يسمعهم، الله لا يسمعهم، وخلص هي نصة. نور إذا بتسمحي بعد عندي بس سؤال واحد، ما عندي غيره، بس سؤال واحد. لما بس لما ضربته بالحديدة قدرتي تشوفي إذا كان في حاجز، إذا كان في شباب مدنية مش لابسين؟ انخبط على سيارتنا، انخبط على سيارتنا شيء، حسيت على السيارة من ورا ولا من قدام ولا من وين؟ ما انخبط شيء على السيارة من قدام؟ انخبط شيء على السيارة، عم بيي ما بعرف انخبط شي على السيارة قبل الحديدة، قبل الحديدة ولا ثبت الوضع. معقول تكون الحديدة قبل الحاجز، قبل الحاجز لأنه هو انفتل تجعد في السيارة، لأنه كان عم يحاول يهديها ما كانت تهدى، وعم يخشي شحط فريم أو يخشي بس شحط فريم يا حرام، وقف دغري ولعت السيارة، قلت لهم ولعت وبضع عرب ملحق يا عرب ملحق والجيش يعني، قلت له ضليت مصرة، قال له حدا ضرب علينا، بس قال لي حادث، قال له في حدا ضرب علينا، وسأل الجيشي اللي هونيك، كنت بكامل وعي وقسم ما خليتن حدا ينيمني عشان ضلني واعي، صح هني حطولي إبري ليهدون بس أنا ما نمت، ضليت طول الوقت واعي، ما بدي نام، ما بدي قسم، ما كنت بدي أدركهم بس إني خلوني روح من عدن، كيف بدلني عدن، يلا خلص بس يلا. ما بدي بقى أزعجها أكتر لنور، رح نرجع نجرب نحكي مع حسين.